حضر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مأدبة العشاء التي أقامها أخوه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة تكريما لأصحاب الجلالة والسمو الفخامة قادة الدول العربية وقادة الدول الصديقة وممثليها والوفود المرافقة بمناسبة مشاركتهم في أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بمدينة شرم الشيخ. وقد تبادل جلالة الملك المفدى الأحاديث الودية مع أصحاب السمو والفخامة رؤساء الدول العربية والصديقة وممثليها حول ما يربط مملكة البحرين ودولهم من علاقات وثيقة وتعاون وطيد في المجالات كافة.